بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك كتابة. معنا هتعرفوا سر عظمة الأهلي وتتأكدوا أن الأهلي مش عظيم عشان بيكسب، ولكن بيكسب عشان عظيم. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين. وموعد يتجدد معكم في ملك وكتابة، اللي دايما وأبدا فلسفته واتجاهه وأهدافه ما تخافش على الأهلي، ما تخافش على الأهلي، لأنه من خلال ملك وكتابة الثوابت واضحة جدا، الحرص الدائم على المعايير المهنية اللي احنا بنتحدث من خلالها وبنناقش كل المحتوى الإعلامي عن النادي الأهلي دايما وأبدا واضحة وثابتة ولا تقبل الجدال يا باشمهندس. بإذن الله، ومن خلال السرد بتاع النهاردة فلسفة الحلقة وأهدافها هيتضح من مضمونها، ولكن دعني أولا أن أهني المصريين ومصر وأسرة كرة اليد بالفوز الهام اللي حققه منتخب كرة اليد على البحرين 31-29. لعب 3 ماتشات، كسب قطر والبحرين وهزم من الدنمارك بطل العالم، وتبقى له مباراة في غاية الأهمية أمام الأرجنتين، لو كسبها هيبقى ما تخافش على كرة اليد إن شاء الله. ويمكن من المفارقات الغريبة جدا من خلال مشاركة كرة القدم والمنتخب العسكري لكرة القدم ومنتخب كرة اليد، ان كلهم يا باشمهندس في المجموعة الرابعة، كله بيلعب في المجموعة الرابعة. منتخب اليد بيتنافس في بطولة كأس العالم في باريس، واقع في المجموعة الرابعة معاه زي ما انتم تابعتوا مباراة قطر ثم مباراة البحرين، إضافة إلى أسبانيا أو إضافة إلى الدنمارك والأرجنتين والسويد. أيضا المنتخب العسكري اللي بيلعب في بطولة العالم العسكرية لكرة القدم في سلطنة عمان بينافس أيضا في المجموعة الرابعة، بكرة عنده الساعة 3 العصر مباراة مع بولندا، لكن في المجموعة الرابعة معاه كندا وسوريا. بكرة بإذن الله تعالى منتخب مصر الأول لكرة القدم في كأس الأمم الأفريقية الحالية اللي بتقام في الجابون بيلعب ايضا في المجموعه الرابعه، بكره هيلعب مالي ومعاه في نفس المجموعه غانا واوغندا. يعني المجموعه الرابعه هي كلمه السر للمشاركات المصريه الدوليه خلال هذا الاسبوع ان شاء الله. حلقه نتمناها ان شاء الله ثريه، ونتمناها تكشف الكثير عن النقاط المهمه لحضراتكم، سواء ما يتعلق بالنادي الاهلي وشؤون النادي الاهلي واخباره، أو أيضا ما يتعلق بالرياضة وكرة القدم المصرية. باشمهندس، حلقة فيها 7 موضوعات استعرضهم لنا، وبعدين نخش بقى على طول في الجد. جاهز لضربة البداية؟ أنا مستنيك. طيب، بداية الحلقة هذه أهم عناوينها. منتخب مصر والكان وال7%، مدريد والأهلي وأينشتاين، لكن الأهلي والضرب تحت الماء، والغريبة جدا اتحاد الطائرة ودعوة للأهلي بعدم الحضور، ومن غير زعل يجعله عامر، لكن الغريب أن يكون هناك غسيل أموال وتعابين كمان في الأهلي. وأخيرا نقطة نظام لابد منها. باشمهندس، من ندخل في الموضوع الجد، خلينا بقى النهارده الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع اعلان القائمه الافريقيه بيمنع الكلام، بيهيئ الجو للمدير الفني الكابتن حسام البدري بعد ما رجع وبعد ما بدات مرحله الاعداد الجاده لبطوله السوبر، بقرار انه اي خروج عن تعليمات الحظر الاعلامي على اللاعبين الغرامه 100,000 جنيه. والله يا ريتها كانت ابتدت يوم بدري. يوم بدري طبعا، امبارح انا ما عجبنيش إيه؟ ابدا توزيع اللعيبه التي لم تشملهم القائمه الافريقيه على الفضائيات. يتم استثارتهم، وصحيح الولاد اتكلموا بادب واتكلموا في حقهم ورغبتهم العارمه ان كانوا ياخدوا فرص، لكن ما كان ينبغي يطلعوا يتكلموا في لحظه. ربما لو قعدوا مع كابتن حسام البدري ما كانوش يضطروا يتكلموا، وكانوا فهموا الامور على حقيقتها. على اي حال، هو قرار ينطوي على قدر كبير من الانضباط الواجب، لان الحقيقه الفتره اللي فاتت فتره الاجازه كان كل اللي عايز يعمل حاجه بيعملها باعتبارها اجازه. العمل على قدم وساق في النادي الاهلي، المهندس محمود طاهر رئيس النادي بيطلب الانتهاء من 6 ملاعب للتنس في مدينه مصر لرغبات الاعضاء، وبيحدد للجنه الهندسيه اللي شغاله او الاداره الهندسيه شهر مارس القادم ان شاء الله لانجاز هذه الملاعب.
كمان اتحاد الكوره بيحدد مواعيد كاس مصر. انتوا عارفين انه كاس مصر اتلعب دور ال 32 ومباريات دور ال 16 لم تقم بسبب مشاركه المنتخب في كاس الامم الافريقيه. اتحاد الكوره حدد يا باشمهندس 5 فبراير موعدا لمباريات دور ال 16. تم الاعلان عن 6 مباريات لكن في مباراتين لم يتم بعد تحديد موعديهما. اتحاد الاهلي مع الداخليه وحرس الحدود اللي هيلاعب او اللي بينتظر الفايز من الزمالك والاولمبي. الزمالك كان عنده ارتباطات في اداء المباريات المؤجله ليه في الدوري وبالتالي تم تاجيل مباراته مع الاولمبي في كاس مصر. بينتظر حرس الحدود الكسبان من الزمالك والاولمبي، والاهلي عنده مباراه الداخليه. المباراتين الاثنين لم يتم تحديد موعدهما بعد في كاس مصر، لكن بقيه المباريات تحب اقولها لك. يعني اذا كان الناس هتبقى عندها ذاكره وتركيز وتفضل فاكره. هو عموما برضو المصري هيلعب الانتاج الحربي 5 فبراير على ملعب حرس الحدود الشرقيه وطلائع الجيش. عايز رايي بدري قوي نقول الجدول ده الماتشات. بدري ما حد هيفتكر حاجه. تفاصيل ستنسى في خضم بطوله افريقيا نقولها في حين. طيب تفاصيل هتنسى لكن اللي بيعمل حاجه ما بتتنسيش. المهندس علي عطيه رئيس نادي بتروسبورت ومجلس اداره بتروسبورت عرفانا وتقديرا واداء واحتراما لاداء المهندس عدل القيعي في فتره عمله كمدير نادي بتروسبورت اقام بالامس حفل لتكريم المهندس عدل القيعي وتوجيه الشكر ليه بعد ما انتهت فتره عمله. والمهندس عدل الحقيقه كان قام بدور مهم جدا مش عشان الراجل موجود معانا في البرنامج او الدور الكبير اللي بيلعبه في الساحه الاعلاميه والنقديه الاهلاويه والرياضيه عامه، لكن الراجل اراد التفرغ لبرنامج ملك وكتابه وللمهام الاعلاميه، ومن ثم اعتذر لنادي بتروسبورت عن عدم تجديد عقده اللي انتهى بعد فتره عمل سنتين وشويه. والحقيقه يعني دعني الاول يعني بما انك ذكرت هذا الكلام اشكر ادارات ورئيس مجلس الاداره وقيادات وزملائي اللي اتشرفت بيهم وحبيتهم وحبوني وكنا عيله جميله جدا لمده تقترب اكثر من سنتين وشويه. الحقيقه يعني انا رحت انهي بعض يعني الاجراءات الورقيه فوجئت بالموقف ده وانهم عاملين لي زي تكريم بسيط. الناس على اعلى مستوى، النادي على اعلى مستوى، ارجو التوفيق لبتروسبورت اداره ومكانا وعاملين. كل التوفيق لبتروسبورت وللمهندس عادل القيعي ايضا. دي كانت ضربه البدايه السريعه اللي حبينا من خلالها نخش مع حضراتكم في المباراه القويه بتاعه الايلادي في مضمون حلقه النهارده، الحلقه الثالثه في البث المؤقت لبرنامج ملك وكتابه والقناه الاهلي، انتظارا للبث الدائم والرسمي ان شاء الله في 9 فبراير. مصر والكان وال7%. قصه ال7% هتعرفوها. فرصة حصول مصر على كأس الأمم الأفريقية في وجهة نظر رسمية في اتحاد الكرة لا تزيد عن 7%. قصتها إيه؟ خلينا نقول الأول بس أن انت هناك برضو يعني ما تقول رسمية في اتحاد الكرة لا دي شقاوة. طيب خلينا نقول إن في أمطار غزيرة على مدينة بورجنتيل اللي بتقام أو اللي بتستضيف منتخب مصر ومجموعته في بطولة الأمم الأفريقية في الجابون. أمطار الخير إن شاء الله. يا لطيف. قدام مالي بالذات لا مش هتبقى امطار الخير دي. عمالقه طوال فالكره مش هتبقى على الارض. الارض هتبقى مبلوله، الكره هتبقى فوق معظم. وهم ساكنين فوق هم الاطول، هم سكان الطبق الاعلى هم اللي هيستفيدوا. ارجو ان يتوقف المطر يعني رفقا بفرص بالقوارية. مصر في هذه المباراه لان المباراه قاسيه جدا. مباراه قاسيه جدا. عايز اقول لحضراتكم بطوله حتى الان تبدو تعادليه. يمكن دلوقتي مباراه المغرب شغاله لكن النهارده كوت ديفوار بيتعادل مع توجو عشان يكمل سلسله التعادلات. لغايه دلوقتي مباراه واحده فقط اللي انتهت بالفوز اللي تغلب فيها منتخب السنغال على تونس غير المحظوظه 2-0، لكن بقيه المباريات كلها ماشيه تعادليه بغرابه شديده جدا منذ مباراه الافتتاح اللي تعادل فيها الجابون مع غينيا بيساو او بعديها بوركينا فاسو ايضا مع الكاميرون وبعديها الجزائر بيتعادل هو الاخر مع الزيمبابوي 2-2 عشان تكمل سلسلة التعادلات في هذه البطولة. واللي أكدت على نقطة مهمة جدا يا باشمهندس إنه هذه البطولة متكافئة جدا وخلت واحد صديقنا قال لك فرص الفوز متساوية وهي فقط 7% للجميع. لا بص أنا الملاحظة اللي شفتها
ويبدو أنه كان بيستشرف وكان قارئا جيدا للمستويات بعكس ناس كتير قبل البطولة، لأن كل القوى الكبرى لم تتمكن من الفوز. لا الجزائر كسب، بالعكس تونس خسر، الكوت ديفوار اتعادل، يعني الكاميرون امبارح لاخر وقت كانت كسبانه، حتى صاحب الارض بيتعادل مع الوفد الجديد. مع الوفد الجديد. اذا القوى الكرويه الكوتشينه بتتفنط من جديد، حظوظ الفرق. وكنت سالتني المره اللي فاتت من الحصان الاسود، يبدو انه سيكون السنغال، لكن معنا تليفون مهم. انت نقدنا الرياضي الجميل الاستاذ اسامه اسماعيل بالاهرام، وايضا المشرف على المنظومه الاعلاميه باتحاد الكره، هو اللي حدد ال 7%. صاحب ال 7%. صح. يا استاذ اسامه مساء الخير. مساء النور استاذ ابراهيم، مساء النور كابتن عدلي. اهلا يا استاذ اسامه، وحشنا جدا. وانتوا اكثر والله العظيم، يعني الكاتب الرصين وصاحب يعني النفس الهادي. ايه حكايه ال 7% دي؟ احكيها لنا بدل ما نقعد نقرا. احنا الرصين والرزين والحاجات دي احنا كلنا تلامذتك يا كابتن عدلي. ربنا يخليك، ربنا ده ذوقك. ايه حكايه ال 7% يا استاذ اسامه؟ والله انت لما تقسم 100% على 16 فريق او 15 فريق مش هيزيد عن 7%. لانك انت النهارده انت بصدد بطوله، هو كل من يشارك فيها باستثناء فريق او اثنين هو مرشح للفوز باللقب. وبينافس بجديه على الفوز بكاس الامم الافريقيه. كله عنده الامال ديا، وكله عنده الامكانيات ديا، وكله فعلا بيناطح من اجل الفوز بكاس الامم الافريقيه. ده اللي بيخلينا اقول عليها ان اصعب بطوله في العالم. اصعب بطوله، اقوى بطوله، مش اقوى بطوله، اصعب بطوله في العالم. ان الفرق المره دي كلها حظوظها واحده، كله بيتساوى. يا اخي حاجه غريبه يا استاذ اسامه، يعني النتائج لحد دلوقتي ماشيه مع المنطق بتاعك. يعني هو التعادلات اللي بتفرض نفسها، وخد بالك هي بقى معظم التعادلات دي كمان تعادلات ايجابيه. يعني ما تقدرش تقول ان في لعب سلبي. لا، ده التعادل الايجابي بينفي السلبيه عن اي مثال. بالعكس، نتيجه النديه والجديه الكامله، يعني في تصارع حقيقي كده كابتن. بالظبط. هل تتفق مع القائلين بان السنغال ستكون الحصان الاسود؟ لا، مش السنغال بس، هو السنغال فريق قوي، والسنغال هي اللي على راس التصنيف الافريقي، وفريق جيد جدا، لكن البطوله اساسا ليها معطيات كتير جدا، وبتتحكم فيها معايير كثيره جدا. ما اقدرش اقول ان هو حسمت المساله لنفسها. انت بتتكلم في بطوله كابتن بيتساوى فيها حامل الكاس مع مثلا فريق خارج من دور الثمانيه في المستوى الفني وكل حاجه. طب ايه اسباب بس استنى بس الاول. استاذ ابراهيم بشقاوه كده، حدف كلمه قال لك تعال نشوف الرأي الرسمي من داخل اتحاد الكرة حظوظ مصر. ما لو ما اتكلمش. وخد الرأي الرسمي على لسانك. لا مش رأي رسمي. بص مش عارف. مستر كوبر. لا، الرأي الرسمي الإعلامي مش الرأي الرسمي الفني. إنما أقدر أقول لك إن اتحاد الكرة هيئة زيها زي أي مواطن مصري بيعشق منتخب بلاده. تأكيد. بيعرف كويس قوي قد ايه حظوظ منتخب مصر، وقد ايه امكانيات منتخب مصر، وقد ايه حظوظ الفرق الاخرى وامكانيات الفرق الاخرى. منتخب مصر يعلم، الجميع يعلم جيدا انه ذهب الى الجابون من اجل المنافسة على كأس الامم الافريقية. لكن اساسا في معطيات كثيرة جدا في البطولة. إن لم يفز بالبطولة، ونحن جميعا نتمنى ألا يكون هذا الاحتمال، وأن يكون الاحتمال الأكبر هو الفوز بالبطولة. إن لم يحدث ذلك فمش معناه أن في تقصير من الفريق، بقدر ما في إيجادات وجهد وتوفيق لفرق أخرى. طيب أنا عايز أقف معاك شوية والنبي يا أستاذ أسامة عند الجزئية ديت، لأنه حتى امبارح مستر كوبر او النهارده كان عامل قعده مع الزملاء الصحفيين المرافقين للبعثه، وكلامه برضو ما اختلفش كتير عن اللي قاله في الملتقى الاعلامي اللي حضرتك نظمته له قبل السفر، ان احنا رايحين هننافس على البطوله لكن لا قعد بالعوده بالكاس. ويبدو ان الراجل في 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 ثنايا كلامه انه متحسب لحجم المنافسه، وواضح انه الناس مفاهماه
ردات الفعل العكسية والصعبة اللي دايما ما كانت بتصاحب المشاركات المصرية في الخارج. فبالتالي باصص لقدام شوية على كاس العالم، كل الكلام دايما وأبدا ان احنا لسه عندنا ارتباط كبير في كاس العالم، لكن لا تبدو المسألة محسومة بنسبة 100%. هل هي دي التحسبات للنتيجة ولا انت شايف؟ بكل تأكيد، خاصة ان ما يميز مستر كوبر ان هو مدرب عقلاني جدا. عقلاني وواقعي جدا، يعني ده اللي بيعجبني فيه. انا اذكر ان هو بعد مباراة غانا، بعد ما كل الامور هديت والفرحة بدأت تهدى كده في نفوس في نفوسنا جميعا، فسألته هل انت راضي عن شكل الاداء بالنسبة لتيمك النهاردة؟ فابتسم الراجل وقال لو انا اهتميت بشكل الاداء كان ممكن اساسا ما نحققش النتيجه دي ونبقى كلنا فرحانين بالمكسب. ده راجل واقعي. النهارده لما يقول ان انا في الجابون بنافس لكن لا اعي بالكاس، ده مدرب واقعي. يعني على فكره كل الناس محترفه كده، ما حدش بيقدر يعد يعني بحاجه يعني. كمان احنا بنطالب الناس انها تدغدغ مشاعرنا بس. اللي يقول لنا هنجيب الكاس وبتاع السلام بنحبه، اضحكوا علينا والنبي، انما يعني شوف حد يضحك علينا، ادي لا يعني مفيش ابدا مدرب واقعي ان هو يقول لك انا رايح اجيب الكاس وارجع. ده لو بيمرن منتخب اسباني ما يقدرش يقول لا يعني مش يعني لو في مدرب قال الكلمه دي يعني انا رايح اجيب الكاس وارجع، انا اعرف على طول ان هو اساسا ده يعني بيتكلم يعني بيتاجر بالكلام، بيتاجر بالظبط كده بالظبط كده. طيب ليله المباراه بقى ومباراه الغد مع مالي، مؤكد عندك اتصالات بالبعثه ومؤكد تفاصيل الحاله هناك موجوده عندك؟ صدقني يا استاذ ابراهيم لو قلت لك ان اساسا ان حتى زمايلنا الاعلاميين اللي هناك ما يعرفوش لا تشكيل ولا نيه مستر كوبر انه هيعمل ايه بكره. بس الصحفيين كلهم مش مسؤولين على المنظومه الاعلاميه، انت رئيسها. لا. المسؤول عن المنظومه الاعلاميه ما عندوش المعلومه دي، يعني هو بالعكس احنا بنحترم دي قوي فيها. عدم تسرب المعلومه طبعا يعني نحترم هذا، لانه ده اي شيء لمصلحه منتخب مصر فهو مصلحتنا جميعا. طيب كلنا اساسا هسالك بقى كناقد رياضي يا استاذ اسامه. ايوه خرجنا بره بقى. كيف ترى سقوط الامطار بغزاره وتاثيرها على المباراه غدا؟ خير ان شاء الله. يعني احنا اولا ده فال طيب، ده رقم واحد. رقم اثنين ان احنا عندنا مجموعه من المحترفين في اوروبا، انا شخصيا كنت يعني متخوف من نقله الاجواء والمناخ اللي عايشينه في اوروبا الى مناخ حار ورطب في الجابون. مساله الامطار دي ربما تهدي من الجو شويه، لان درجه الحراره بتصل ل 30 درجه في الجابون في هذه الايام، وفي نسبه رطوبه مش قليله. نزول الامطار دي انا بتفائل بيها، اولا لان احنا كشعب بنتفائل بالمطر، بنعتبره فعل خير، وده بقول ان هو اساسا بيرد لاعيبه مصر شيء من اللي هم تعودوا عليه في اوروبا، وشيء من الاجواء اللي احنا متعودين عليها هذه الايام في القاهره. انا متخاف بس من حاجه يا استاذ اسامه. اتفضل. لو المطر زاد والارض بقت مبتله قوي، اتصور ان هتبقى لصالح مالي، لان هم اطوالهم عاليه، فالكوره هتبقى معظم الوقت مش على الارض. أيوه. انا خايف من العامل ده بس. عند حضرتك حق يعني، بس ان شاء الله باذن الله يعني هنخليها احنا على الارض وخليهم يتزحلقوا بقى الطوال دول. لا يعني تهدى، يعني قول يا رب هي عملت اللي عليها النهارده، بكره تهدى بقى معانا شويه. لا تهدى. هي الامطار الموسميه دي ما بتستمرش طوال ال 24 ساعه زي نوات الشتاء كده عندنا. لا ده هي يعني هي ممكن تبقى سحابه وتعدي ان شاء الله. استاذ اسامه، المهندس هاني ابو ريده انضم للبعثه رسميا مش كده؟ بس مش هيلعب الماتش. مش هيلعب، لكن هو بيلعب حاجه ثانيه اهم. بيلعب دور كبير. لا ده المشكله التي انفجرت قبل البطوله حول حقوق الباس التلفزيون الافريقي او المباراه الافريقيه، ارجو ان يكون استطاع ان يحتوي تداعياتها. عندك معلومات؟ الباشمهندس هاني بعد ما حضر
اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي في الجابون، يعني قال تصريح لكل الزملاء الاعلاميين كانوا حضروه بخفة دمه، يعني انه كان المكتب التنفيذي بالكامل كان عايز يولع فيه. لانه اعتبر ان ما حدث هو اهانه شخصيه لمستر عيسى حياته. واكد المكتب التنفيذي بشكل رسمي ان خطواته التسويقيه لا تخضع لاي قانون محلي. واعتقد ان الاتحاد الافريقي في اداره قانونيه. انا مش ببحث يا استاذ اسامه في جزئيه من صاحب الحق، انا بقول ان في مشكله اتوجدت خلاص تأثيرها، انما هل اثارها الاستاذ هاني يستطيع ان يحتوي بقى الغضب وانهم عايزين يولعوا فيه؟ دي حاجه ما تطمنش يعني، ما يلاقي فيه غضب في المكتب التنفيذي ما هو مش عايزين تاثر على حظوظنا. لا هو يعني ان هي تاثر على حظوظنا ما اعتقدش ان ده ممكن يحصل، ان هيأثر على حظوظنا في ايه يعني؟ انهم يعني الحكم هينزل يدير مباراه ويظلمنا فيها، ما اعتقدش ان ده ممكن يحصل. يا رب يا رب يكون هذا. لان احنا دي بطوله بيشاهدها العالم كله. واي حكم اساسا افريقي هيدير اي مباراه طرفها مصر، هو بيعرف فعلا وزن مصر، بيعرف ان العالم كله بيشوفه وبيراقبه. فمن الناحيه دي انا يعني مش متخوف منها. لكن هو المساله استاذ عادل، يعني ماذا كسبت مصر من هذا الموقف؟ لا دي صراع حقوق يعني. بص يا استاذ اسامه، يعني الناس المحترفين، يعني انا عايز اخدها من الزاويه دي، كلنا بنتكلم بعد اذنك كابتن عدلي، كلنا بنتكلم في مخاوف من خسارات قد تقع على مصر. ما هو ده يبقى من شغل المحترفين. انتخبها الوطن. انما ماذا كسبت مصر؟ لا شيء. ولا حاجه. عايز اقول ايه يعني؟ لا هو يعني انا مش بتكلم اصلا، مش عايز اخوض لاني ما عنديش معلومات، واخد بال حضرتك؟ لكن بتكلم ده صراع حقوق. والمتنازعين عن اي حق هم بيلجأوا للاساليب القانونية اللي متصورين انها قد تاتيهم بهذا الحق. اللي انا عايز اقوله بقى، لما نطلع فوق في المشهد المسؤول الكبير قوي، ما ياخدناش صراع الحقوق الى الصراع الشخصي، او ان احنا يبقى في يعني، ده اللي انا عايز اوصل له. عايز نحتفظ بكل شيء في نطاقه وخلاص. اذا كان في حق لحد ومتصرح هياخده بالطريقه دي، هنشوف اذا كان له حق هياخده او مش هياخده. لكن مش عايزين، لان اللي بين الاتحاد الافريقي تحديدا ومصر كثير جدا جدا جدا، يسمح ان مصر كلها رصيد، يعني عند الاتحاد الافريقي لا يسمح ان تؤثر في اي شيء. واعتقد يا كابتن عدلي ان هذه العلاقه القويه ستستمر وبشكل اقوى كمان من مكان باذن الله. ان شاء الله باذن الله رب العالمين. باذن الله رب العالمين. شكرا جزيلا للصديق العزيز الناقد الرياضي الاستاذ اسامه اسماعيل بالاهرام على هذه التوضيحات بشان مقالته المهمه في الاهرام عن فرص المنافسه في كاس الامم الافريقيه. والراجل شايف ان المساله فيها درجه عاليه من النديه والتكافؤ، الى الدرجه اللي خلاه يقول ان هي 7% حظوظ 16 منتخب في الفوز بالبطوله. باشمهندس، يبدو ان الجهاز الفني مستقر زي ما اسامه قال في النهايه المساله. كوبر قال انا ماشي من مصر والتشكيل في راسي، كان الخلاف مين يحرس المرمى منتخب مصر. اصابه شريف اكرامي في العضله الخلفيه خلته يمكن المفاضله ما بين الحضري، وتبدو اسهمه اعلى في اللعب الاساسي، واحمد الشناوي البديل. ما تنزل الفرقه كل حاجه التسخين هتعرف من يحكم، من يحرس مصر، مرمى مصر. انا بقول لك يعني الى هذه الدرجه المساله. الحاجه الثانيه مؤكد انه بعد سلسله التجارب دي ودراسته للفريق، خاصه انه عارف اول مباراه هتكون مع مين، لابد ان يكون خلاص هو عارف هيلعب ازاي ومين اللي ينفذ له. صحيح. مش هينشغلنا هذا الكلام، لان المفروض ان مصر 23 لاعب دول افضل عناصر في مصر، فمش عايزين نرتب مين اصلي من احتياطي. اعتقد ان هو يستطيع اللي يوظفه تكتيكيا لكل مباراه هيكون مناسب ان شاء الله.
بكره 9 مساء مصر ومالي. سالنا جمهور الكره المصريه عامه في الشارع الرياضي، لكن قبل ما نشوف راي الجمهور هنسمع هذا التقرير عن فرص مصر ومالي وقصه المشاركه في الامم الافريقيه. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها حبي لها. واحد واحد عرضية ولم وإيه وهوبا. الله 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 يا بلاد الله. نعم كلنا مصر، سنكون على قلب رجل واحد بالحماس والدعاء لمنتخبنا وهو يبدأ مشوار الألف ميل في الساعة 9 من مساء غد الثلاثاء أمام منتخب مالي، وذلك في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لبطولة أمم أفريقيا رقم 31 لكرة القدم، والتي انطلقت بالفعل على ملاعب الجابون. ليس مهما من يلعب في التشكيل، ولكن المهم هو تحقيق الفوز ليكون خير بداية لتحقيق حلم قد اختفى في الطبقات العليا من السحب المحملة بأمطار الخير. وندعو الله أن يكون بداية الغيث 3 نقاط من بين أنياب منتخب مالي. قد يلعب شريف إكرامي وربما الشناوي، ولا مانع من الحضري، المهم حماية عارين الأسد. العب يا سعد وتحيا سعد، وتفوق يا جبر وجبر الخواطر على الله. ويا سلام عليك فتحي وحجازي وعبد الشافي وحافظ وجابر والمحمدي وكمان النني وحامد وصلاح. والله عليك يا فارس روما وبجوارك تريزيجيه وصبحي ومن جاور السعيد اكيد عبد الله يسعد. والدعاء موصول لكهربا بتوليد طاقة قوية لإنارة خطة كوبر للمهاجمين مروان وكوكا، مع زرع وردة في كل مكان لزيادة الملعب عطرا. كلنا في الانتظار الفوز على مالي إن شاء الله. واحد واحد عرضية ولم وإيه وهوبا. الله 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 يا بلاد الله. ده كان تقرير، ولكن دائما أبدا البعض يرى أن تقارير الجماهير بتنطوي على مواضيع بتبقى انطباعات عاطفية، وقد يكون هذا حقيقي في كثير من الأحيان، ولكن المزاج العام للجماهير بتحدده إحساسهم بالمنتخب أو الفريق اللي بينتموا إليه. يعني إذا كانوا خايفين بتجد معظم الآراء في اتجاه تشاؤم، وإذا كانوا مطمئنين بتشوف في اتجاه التفاؤل. ماذا رأت الجماهير حول مباراة مصر ومالي؟ اعتقد ان منتخب مصر بالتشكيله الجديده ديت ممكن قادر انه يحقق امجاد 2010 ويرجع لنا البطوله الثاني الاولانيه. اتمنى ان شاء الله ان منتخب مصر يكسب، ومنتخبنا مصر ده كله حماس وشجاعه وان شاء الله يكسب. اتمنى ان نكسب 2-0، اتمنى تمنيات، لكن المباراه صعبه مش سهله يعني. لكن لو سمعت توقعات، لكن التمنيات تمنيات ان شاء الله باذن الله. انا اتمنى طبعا ان مصر تكسب، خصوصا ان احنا بقى لنا فتره ما، انما طبعا توقعاتي بالنسبه للماتش ده ان شاء الله خير. والله انا المنتخب ان شاء الله انا حاسس بتفاؤل يعني، ولكن الطريقه اللي بيلعب بيها هيكتور كوبر دفاعيه شويه، بس هيبان في البطوله دي،
إذا كان هو بيقدر يحول طريقة اللعب في الفرقة من الدفاع للهجوم هيكون 2-1 بإذن الله، وأداء المنتخب المصري هيكون في الشوط الثاني أعلى من الشوط الأول. هو من ناحية شايفة يعمل إيه؟ إن شاء الله يعمل كتير بإذن الله. نتمنى طبعا إن المنتخب المصري يفوز، وده هتكون فرحة الشعب المصري كله يعني إن شاء الله. بتمنى الخير لمصر، وبتمنى إن إحنا نبقى أحسن دولة في العالم يعني. إن شاء الله المنتخب المصري هيجيد فيها أجادة كويسة جدا، وإن شاء الله هنكسب 2-0 بإذن الله تعالى. والله أنا بتفائل بأول ماتش، لما بنكسب أول ماتش في أي بطولة أفريقية مجمعة بتفرق معانا مع جيل بحاله عمال. أهلا بحضراتكم من جديد. وحين يغرد الأهلي بعيدا، بل بعيدا جدا، تلاقي المسألة مختلفة تماما عن الواقع، ويخلي المهندس عادل القيعي وإحنا بنرتب للحلقة يقول مدريد والأهلي وأينشتاين. إيه اللي خلاه جاب أينشتاين فجأة؟ هفت عليه المسألة بأينشتاين ليه؟ إيه الربط؟ الربط يا أستاذ إبراهيم إن أنا بلاحظ كل الأهلي ما يتحط في مكانة دولية تجد ناس بتعايزة تتعمد تسخف من الفكرة وتتربص، والعالم كله يعني أما يجي صن البريطانية تتساءل من يلحق بمدريد والأهلي. ها هم حاطين الأهلي، يعني دي هم شايفين الأهلي صاحب أرقام وريال مدريد، أدي مكانتنا. نجد هنا بعض المتربصين والذين ينتظرون بشماتة أن ريال مدريد تكسر الرقم القياسي المختلف عليه لحد دلوقتي. يعني هتجد أن على صفحات الفيسبوك مثلا بعض الأصحاب المحاولات الإعلامية من شبابنا الواعد اللي بدأ يهتم بالأهلي وبالإحصائيات بتاعته، واحد اسمه أحمد قيشو ذاكر أن في، يعني أنتوا ليه بتقولوا أن هم الأهلي 41 مباراة بدون هزيمة في على المستوى الانترناشنال يعني دول 55، لان في النص هزيمه من المحله ضربات الجزاء، هو عايز يعتبرها انها انتهت بالتعادل، وفي ناس عايزه تعتبرها انها زي مركه جدل منهجي شويه. فلا في ناس على المستوى الدولي شايفه ان لا دي مش هزيمه، دي مباراه انتهى وقتها الرسمي بالتعادل. لكن ايا كان، فكل الناس كانت مهتمه امبارح يا استاذ ابراهيم ان ريال مدريد يكسر الرقم اللي هو ال 41. ف طيب عفانا ريال مدريد شهر القتال مؤقتا بان هزم، وما زال الاهلي حتى بأسوأ سيناريوهات. استاذنك في المؤقتا، ومعانا محمود من القاهره. استاذ محمود السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا محمود سعيد من عين شمس أستاذ إبراهيم. أهلا بيك يا أستاذ محمود. أنا بحييكم وبحيي رجوع البرنامج تاني أنت والباشمهندس. شكرا. ملك الصفقات، وربنا يخليكم لينا كده وتدافعوا عن حقوق الأهلي يا رب. والله ربنا يخليكم لينا إحنا، لأن أنتوا الهدف من كل شيء. اتفضل. ربنا يخليك يا باشمهندس، ونتمنى مزيد بالازدهار لقناة الأهلي، وعايزين نسمع كده الدفاع عن حق الاهلي على طول كده منك يا باشمهندس. شكرا يا محمود. ومعانا محمد من الجيزه. احمد من الجيزه. احمد تليفون قطع من احمد. عموما الرقم يمكن ظهر قدام حضراتكم ب 3835872، ده الرقم اللي بنستقبل عليه اتصالات حضراتكم، و 011 512 280 46، 011 5 12 80 46. محمد من الجيزه. استاذ محمد. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك. اهلا بيك معاك. انا اول مره في حياتي اللي انا اشترك في البرنامج. اهلا وسهلا جدا جدا، وانا برحب بحضرتك استاذ ابراهيم واستاذ المهندس عادل الكاي مدير الصفقات والدهيه بتاع الاهلي. ربنا يخليك. مقبوله منك والله. احنا مش هنخاف. ربنا يخليك يا محمد. شكرا شكرا يا محمد. اتفضل.
محمد من المنيا، ربنا كتر من المحمدات. محمد من المنيا. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا محمد. محمد اتفضل يا محمد. استاذ محمد، طيب لحد ما يجيبوه هل نكمل كلامه ولا ننتظر المكالمات؟ لان طب خد اشرف من امبابة. طيب استاذ اشرف، مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور يا استاذ اشرف، اهلا بيك. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ اهلا بيك يا استاذ اشرف. منورين قناة النادي الاهلي. ربنا يخليك. الشكل الجديد يعني حاجة بصراحة تحفة يعني. الحمد لله. انا كان ليا بس طلب، كنت عاوز اعرف هل في صفقات للنادي الاهلي في الشتوي ولا مفيش؟ ان شاء الله وقت ما حاجة هتخلص هتلاقيها يعني معلنة بكل الوضوح. يعني اصل ده المفارقة بقى. ان كل مصر تقول لك الاهلي كان عايز الاستبدال، دلوقتي بيقول لك والاهلي هيجيب ولا مش هيجيب. مش باذن الله. امال ليه كل حاجه بينسبوها للاهلي يا باشمهندس عدلي؟ ما هو كده لازم يا ابني، ده قدرنا. باذن الله اطمن، وهيكون يعني الشغل الشاغل هو دعم الفريق عشان تطويره الى اعلى المستويات باذن الله. ربنا يبارك، ربنا يبارك لكم ويخليكم كده ذخرا لقناه النادي الاهلي. الله يخلي حضرتك. أشرف اهلا بيك. شكرا جزيلا. نكمل. فريال مدريد امبارح اتهزم من اشبيليه بعكس توقعات كل الناس. فحتى في الحد الادنى اللي ما عليهوش خلاف بين حد، يعني في حد ادنى ما حدش قال ان الاهلي ما جابش على الاقل 41 انتصار او بدون هزيمه يعني. مش انتصار. لكن هل هم 55؟ هل هم 71؟ هل في نادي جاب 108؟ في ماركا قالت ارقام، وعلى فكره فريق الاعداد بتاعنا بقياده المجتهد جدا استاذ محمد مصطفى الموثق التاريخي عامل لنا سرد هنقوله. احنا جبنا دلوقتي الفيسبوك، النشطاء الاعلاميين للاهلي عملوا ايه، وهنجيب بقى فريق المحترفين بتاعنا جاب ايه. لكن في النهايه هتجد ان في اكثر من سيناريو لحساب من صاحب اللقب الاكثر عدم تعرض للهزيمه، وهو بالحد الادنى حتى الان هو النادي الاهلي. هدي لك بقى الايه ضربه البدايه. يعني الاهلي بقى ومدريد والاهلي والتغريد خارج السرب بكتير، يعني في الوقت اللي الناس عمال تتخانق في حته صغيره قوي الاهلي بيحلق بعيد قوي والناس مش واخده بالها، بل بالعكس بتعايره على انه لما حلق بعيد ما حلقش كويس، رغم انه بيتكلم بره السرب يا بكتير. يا استاذ ابراهيم معلش، انا انت سالتني ايه حته اينشتاين. انا اذكر ان احنا لما رحنا بطوله الانديه ولم يصادفنا الحظ في اول مره وكل الناس يقول لك فرجعيني يقولوا لنا ما كسبتوش البطوله وخسرتوا الله، فقلت لهم يا جماعه في ايه، هو انا رايح اخد دكتوراه فيجي لي مش عارف اللي ما خدش الاعداديه عايرني ليه؟ فالنهارده انا لما تقارن باينشتاين يقولوا لي يا خايب يا اللي ما عرفتش تاخد نوبل من اينشتاين خد نوبل منك. يا سيدي ده هذا اعتراف، يعني خطر في بالي ان ده اعتراف ان دي مكانه الاهلي. ايوه ان انا اتعاير ان اينشتاين خد مني الدكتور النوبل. ان ريال مدريد وبرشلونه بينافسونا على الالقاب بتاعتي. ده دي سان، انا ليه خدت رغم انها مش وثائق مؤكده، ليه خدت تعليق دي سان الانجليزيه؟ لقيمة اللي بتقول ايه؟ هل يلحق ريال مدريد بالاهلي؟ يعني طب عايزين مننا ايه؟ الكلمة دي تساوي ايه؟ خلاص يا جماعة، ما يعني خلونا بقى نحط كل شيء في حجمه. طيب ماركا الاسبانية بحسب موقع بطولات قالت ان ريال مدريد بيهدف لتخطي رقم الاهلي القياسي بسلسلة اللا هزيمة وبيقترب من اليوفنتوس، رقم قياسي جديد حطمه ريال مدريد الاسباني بقيادة نجمه أو مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بعد ما تعادل مع إشبيلية 3-3 في إياب دور 16 لكأس الملك، وهو عدم الهزيمة في 40 مباراة، لكن عند ال 41 كت وقف وتلقى الهزيمة بالأمس. مع مين برضو إشبيلية؟ بالضبط. النادي الملكي على بعد 6 مباريات من تحطيم رقم قياسي على مستوى كرة القدم العالمية اللي بيملكه
دينامو زغرب اللي انتهت سلسلته عند 45 مباراة بعد الهزيمة أمام بايرن ميونخ في سبتمبر 2015. بصوا الأهلي بينافس مين، بصوا المواقع العالمية وكل الموثقين العالميين حاطين الأهلي في أنهي مكانة ومع مين. ماركا الأسبانية أيضا أعدت تقريرا إحصائيا حول الأندية التي لم تتعرض للهزيمة في سلسلة طويلة من مبارياتها، سلطت الضوء على الأهلي المصري صاحب الرقم القياسي بعدم الخسارة في 55 مباراة، لكن خسارته في الكاس قلصت الرقم إلى 41 دون التعرض لأي هزيمة. أشارت الصحيفة الأسبانية واسعة الانتشار إلى أن هدف ريال مدريد المباشر في الخطوة المقبلة هو تخطي هذا الرقم، لكن على الصعيد الأوروبي بيملك اليوفنتوس الإيطالي أيضا رقما قياسيا بعدم الهزيمة في 43 مباراة في موسم من الموسم 2011-2012، كما حقق الميلان الإيطالي أيضا رقما آخر بعدم الهزيمة في 42 مباراة في كافة المسابقات. ريال مدريد لم يحقق ما كان يحلم به وخسر من أشبيلية 2-1، لكن صحيفة ماركا وقعت في خطأ إحصائي، المباريات التي تنتهي بضربات الترجيح تحتسب نتيجة اللعب بعيدا عن ضربات الترجيح من نقطة الجزاء، وعلى هذا فالترتيب الصحيح والأرقام الصحيحة لعدم الهزيمة في مختلف البطولات طبقا لمواقع إحصاءات كرة القدم هي سلتك الإسكتلندي عنده 62 مباراة دون هزيمة، دي الحاجات المستقرة عليها. سلتك الإسكتلندي عنده 62 مباراة دون هزيمة، الأهلي المصري عنده 55 مباراة دون هزيمة، سانتوس البرازيلي عنده 54 مباراة، أسك أبيجان عنده 52، دينامو زغرب عنده 45، اليوفنتوس عنده 43، والميلان عنده 42 مباراة بدون هزيمة. طيب ده على المستوى شامل كل البطولات، لكن لا فيما يعني يخص البطولات المحلية ما نقدرش نعملها أساس للمقارنة بصراحة. آه. لأن الدوريات مختلفة، في دوري قوي ودوري ضعيف ودوري، يعني أنت في الكونكاكاف بناء أوكلاند بيكسب كل سنة البطولة حسب قوة المنافس، لكن ممكن تيجي عند رقم عالمي آخر كتبت عنه الإذاعة البريطانية في 2005 قبل أن يتخطى قرطبة البرازيلي وريال مدريد الاسباني. البي بي سي قال ايه؟ البي بي سي في الواقع دي قال ايه؟ اه الاهلي المصري يحقق رقمين عالميين. ايوه يعني بصوا يا جماعه، الجارديان بتقول، ماركا الاسبانيه، صن البريطانيه، البي بي سي، بصوا حجم وقيمه وسائل الاعلام العالميه الكبيره لما بتحط الاهلي بين هذه النخبه الكبيره من صفوه انديه العالم في المنافسه الجاده على الارقام القياسيه. انت ما بتتكلمش ان انت هتاخد دوري ولا كسبت مباراة، انت بتتكلم في ريكورد على مستوى العالم كله، على مستوى الكرة الارضية كلها، في تجنب الهزيمة او في عدد مرات الفوز. فبصوا حجم الانجاز والتوهج والقيمة اللي وصل لها النادي الاهلي خارجيا وصل لغاية فين. موقع البي بي سي بيقول، سجل النادي الاهلي المصري يوم الجمعه انجازا عالميا بتحقيق رقم قياسي عالمي جديد في الفوز المتتالي في موسم واحد بعد الفوز 17 على التوالي خلال هذا الموسم، وكان على نادي الاتحاد السكندري باربعه اهداف نظيفه في مباراه من افضل مباريات النادي الاهلي هذا الموسم من حيث عدد الاهداف وكذلك من حيث الاداء. كان النادي الاهلي قد عادل الرقم القياسي العالمي المسجل رسميا لسلتك الاسكتلندي والفيصلي الاردني معا، واللي كان بيبلغ 16 فوز متتالي في الأسبوع الماضي قبل توقف مسابقة الدوري. كما سجل الأهلي أيضا رقما قياسيا في الفوز ب 21 مباراة متتالية في نفس المسابقة بواقع 4 مباريات في الموسم السابق و 17 مباراة في الموسم الحالي، وده الرقم اللي مسجل بجلاسكو رينجرز الإسكتلندي. صن البريطانية تتساءل زي ما انت حضرتك أشرت، متى يحقق الأهلي أو متى يلحق ريال مدريد يعني بالأهلي؟ لهذا أنا قلت يا جماعة إحنا بنتقارن كده، فما حدش يجي يقول لي ريال مدريد غلبك، ها ها يا خايب سبقك، ها يا طيب صوت، يعني ما هو أنا محطوط في الحتة دي، دي مكانتي. لما بنيجي نقول الأهلي له مكانة إقليمية ودولية ما بنتجناش ومش مفروض حد يتضايق مننا، لأن إحنا لا نتقوى، ومش مقصود منه يا جماعة إن إحنا
لا بنقصف جبهات وكلام ده، والنبي الصغير ده ابعدونا عنه، احنا بنقول حقائق عشان الاهلاوي يستطيع ان يعرف تاريخ ناديه ويفخر به فقط، مش ان احنا نضايق بيه الناس. من فضلكم نتوقف عن هذه التصرفات اللي تاخد مننا شويه. فاحنا لذلك انا بقول ايه، معلش انا اينشتاين ياخد مني نوبل كل سنه، اهلا وسهلا، بس انا بس شوفوا انا بنافس مين، انا بنافس مين. ولذلك مجموعه الكلام اللي يعني الفقره الاخرانيه اللي هنقفل بيها قبل نهايه الحلقه، هو الاهلي رايح على فين؟ ايه موقفنا احنا؟ ليه احنا ليه مهتمين بالقائمه الافريقيه؟ وفي دي هيبقى لنا كلمه خارج السياق سنه، وليه يعني عايزين نعرف ترتيبات الموسم عن المنافسين. بتصعب على المنافس انه يلحق بيك. اذا كنا مهتمين قوي ان احنا نحافظ على المكانه اللي وصلنا لها. طيب هنحافظ، بس معانا ابراهيم من الشرقيه. استاذ ابراهيم، استاذ ابراهيم، طيب قول لنا القائمه الافريقيه مع هذا الطموح الكبير للنادي الاهلي انه يفضل موجود في خانه العالميه الحقيقيه مع عظماء العالم من صفوة الأندية المختلفة، السبيل الوحيد إن أنت تحافظ على تواجد القاري القوي. البوابة الأفريقية بتدخل منها لبطولة العالم، بترفع مستوياتك، بترفع تصنيفك، أيضا بتحاول تستعيد اللقب القاري أو اللقب العالمي المرموق في عدد المرات اللي أنت وصلت لها وعدد البطولات القارية اللي أنت توجت بيها. دي مش هتيجي الا من خلال دوري ابطال افريقيا وايضا كاس السوبر الافريقي، ثم المشاركه ان شاء الله في بطوله العالم. لهذا الحدث الكبير الاهلي حاطط خطه كبيره جدا، خطه على مختلف المستويات، اهمها اعتماد قائمه افريقيه قويه يدخل بها الكابتن حسام البدري وجهازه دوري الابطال للمنافسه الجد عليها. القائمه فيها كلام كتير، فيها بعض الاستبعادات، هنتكلم عن هذه الظروف ونصائحها. لكن معانا محمد ابراهيم من محمد من القاهره. استاذ محمد وعليكم السلام. بمسي على حضرتك استاذ ابراهيم وعلى باشمهندس عدلي. اهلا بيك. اهلا يا سيدي. ببارك لحضرتك على البرنامج، حضرتكم ثاني منورين الشاشه. شكرا. أهلا، شكرا بيك. وان شاء الله كده بتمنى المنتخب المصري كده الفوز والتقدم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. هو ده الكلام. شكرا ليك باذن الله. الاستاذ ابراهيم الشرقيه ولا الخط قطع؟ طيب قول لنا القائمه بقى استاذ ابراهيم كده. القائمه الافريقيه امبارح الكابتن سيد عبد الحفيظ، لانه مع الموعد في 16 يناير لازم الاتحاد الافريقي يتسلم قائمه كل الانديه المشاركه في دوري الابطال وفي الكونفدراليه. شهدت القائمه تواجد 24 لاعب، هم انا خايف اقول شريف اكرامي هيقولوا لي محمد من طنطا، فناخد محمد من طنطا وبعد كده نشوف شريف اكرامي. محمد مساء الخير يا فندم. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا يا فندم بيك، منورين الشاشه ومنورين الدنيا كلها يا فندم. اهلا يا محمد، ازاي؟ امسي لك على الكابتن عادل بيك. اهلا يا حبيبي، ازاي؟ ولا الباشمهندس. اهلا بيك يا حبيبي. اهلا بيك يا فندم. والله يا باشمهندس عادل الناس بتطلب من القناه، من قناه ثانيه، من قناه الاهلي. اتفضل. نفس التيشيرت الاصلي. ما هو حاضر هنحاول نجيبه لك ويكون ممضي من حضرتك. لا ممضي مني ده سهله، بس المهم يجي. هنحاول نشوف. شكرا يا استاذ محمد. طيب 24 قايمة من 30، يعني في ست اماكن للقيد في الملحق بقى ان شاء الله. ال 24 شريف اكرامي واحمد عادل ومحمد الشناوي، سعد الدين سمير ورامي ربيعه ومحمد نجيب واحمد حجازي، احمد فتحي ومحمد هاني وصبري رحيل وحسين السيد وعلي معلول، حسام عاشور وحسام غالي وعمرو السليه وصالح جمعه وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا ووليد سليمان وجونيور اجاي وعماد متعب ومروان محسن وعمرو جمال وكريم نيدفيد. خرج من القائمه مسعد عوض وباسم علي ومحمد حمدي زكي وميدو جابر واكرم توفيق وجون انتوي. الاهلي زي ما حضراتكم عارفين في دور ال 32 هيلاعب الفايز من بيتفيست الجنوب افريقي وسان لوزيان بطل رينيون عن المستبعدين. بعض
من ولادنا المستبعدين طلع على الفضائيات واخد على خطره او مش مبسوط يعني بادب وكلمه، ولكن انا متفهم جدا، عايز العب عايز اشتغل، انا جاي عشان العب. بس كلهم هتكتشف انهم من اصحاب السن الصغيرة اللي هم المستقبل القادم. وفكرهم في لحظة ما بالكابتن مؤمن زكريا لما جاء وقلت له انتظر 6 أشهر هتكون في القائمة الاولى، خليك في النادي الاهلي وموجود وتتمرن وما تمشيش. فهو جال وقتها عرض من الانتاج واصر يمشي، لكن كنت شايفه هيرجع 100%، هيرجع بس هياخد وحيد من الاقصر عشان الصعيد. بس انا كان نفسي اكمل. طيب يا استاذ وحيد، عشان خاطرك، عشان المشوار بتاع التليفون بتاعك من الاقصر. اتفضل يا استاذ وحيد. يا كابتن ابراهيم، اهلا بك يا استاذ وحيد. اهلا وسلم لي على البشمهندس عدل القيعي. اهلا بك يا حبيبي، اهلا وسهلا. صائد الصفقات الاهلويه، اهلا وسهلا. اهلا بيك. من الصعيد فرحانين بيك. على فكره انا زملكاوي صميم، لكن معجب جدا بقناه الاهلي وباسلوب النادي الاهلي، وعاوز اتكلم في موضوعين بصراحه. اتفضل. اولا الاهلي بالفعل يعني بدون تحيز ولا بدون احنا دي كلها كره قدم وروح رياضيه، لكن الاهلي سيظل هو الفريق الاول في مصر بحقيقه، واقسم بالله زملكاوي وزملكاوي صميم بالارقام، لانه الارقام لا تكذب ولا تتجمل ابدا. فالاهلي هو الافضل افريقيا والافضل مصريا والافضل عربيا ومن افضل الفرق العالميه بحقيقه، لا نستطيع ان ننكرها. ويمكن الفضل يرجع الى الاداره، يعني اقدر اقول انه النادي الاهلي يعمل بالدستور الاهلاوي اللي هو حتى لو تغيرت الأشخاص لا تتغير القوانين الأهلوية، ويمكن يتفوق على نادي الزمالك وباقي الفرق المصرية في حتة الإدارة الفنية. يمكن اللعيبة هنا وهناك، يعني نلاقي هنا لاعبين موهوبين على مر التاريخ وهنا لاعبين موهوبين على مر التاريخ، لكن سيظل الأهلي الأفضل إداريا، ودي حقيقة وده اللي نتمناه في نادينا الأبيض، وعشان تستمر. ولولا وجود الأهلي والزمالك ما وجدت الكرة المصرية ولا حلاوة الكرة المصرية، بعيدا عن التعصب الرياضي. شكرا. لا يعني انت مكالمتك دي ليها قيمة، لان قال لي الاستاذ ابراهيم مش كده؟ وحيد من الأقصر. الاستاذ وحيد خلاني عايز كل حلقة عايز اتكلم في الحتة دي، وفكرني يا جماعة والله نحن لا نخاطب جماهير الاهلي فقط، نحن نخاطب عقول المنافسين كلهم قبل المؤيدين. ليه؟ لان إذا قدرت أوصل لعقل المنافس بتاعي وبرؤية صادقة وكلام موضوعي، يبقى كده إحنا ماشيين صح. فالكلام اللي قاله الأستاذ وحيد ده كلام يسعدنا ويحسسنا إن يعني إحنا قادرين نوصل أهداف البرنامج وأهداف النادي الأهلي وأهداف القناة إلى المنافس قبل المؤيد. وأنا كنت جالي أكتر من مكالمة من زملكاوي بس على تليفوني. طيب احمد من البحيره، استاذ احمد. يا خير يا استاذ ابراهيم. اهلا بيك يا استاذ. اتفضل يا استاذ احمد. ازيك يا باشمهندس؟ اهلا بيك يا حبيبي. ربنا يخليك. انا ببارك لحضراتكم على البرنامج الرائع الجميل ده. شكرا. لاصدقائه يعني انتشرت في جميع انحاء الجمهوريه. شكرا. فضل من ربنا. احنا شفنا الاستاذ كابتن احمد الطيب والكلام اللي قاله والكابتن خالد الغندور، وده يدل على نجاح البرنامج. يعني احنا تمام. كل ما هو شخصي بنفوض امرنا ومش هننزل الحقيقه، لان ده مش اسلوبنا. ما نقدرش، عارف، ما هو احنا ما مش لا ثقافيتنا ولا تربيتنا ان احنا نلاقح كلام ونشتم ونتبادل، لا مش بتاعتنا. احنا بنتكلم في المواضيع، فخلينا في المواضيع احسن. خلينا في المواضيع. بس ده طبعا بيدل على نجاح البرنامج. الحمد لله. الحمد لله. اكيد يا استاذ احمد. اشكرك. شكرا. كنت بتعلق على مكالمة وحيد. فكان جالي مكالمات قبل كده، وانا حتى على الهواء قلت اول حلقة يا ريت الصديق العزيز الزملكاوي اللي قال لي ابني بيقول لي ملك وكتابة ابتدت، تعالى يا بابا. وهو كان جاي واعترف لي، قال له كان جاي يتربص بيتفرج عشان يعمل مداخلة يعلم عليا.
فأنا فوجئت إن أنا أول حلقة ما لقيتش حاجة أعلم بيها عليك أنت بتتكلم، ولقيت في منطق. تاني حلقة، تالت حلقة، فرد على وقال لي كده، رديت على الكابتن خالد وقلت له زعلان من الراجل ده ليه؟ الراجل ده بيكلمك في مواضيع، خلي الكلام في المواضيع مش في الأشخاص، لأن إحنا ما بنتقابل بره، أول واحد بياخدك بالحوض هو كابتن خالد، لكن عيب عيب اللي عمله، وإنك أنت تروح لشخصا وتلجأ إلى إنك أنت إيه، طب أقول كلام جارح بقى أضايقهم بيه. طيب الكلام ده من غير ما تتضايق، لا لا لا، أنا عايز أقول الجملة دي. الكابتن خالد أنا مصنفه أرقى من كده، أرقى من كده، أرقى من كده. الكلام اللي قاله أنا متأكد إنه لو راجع نفسه هيزعل إن قاله. محمد من القاهرة، أستاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا بيك. ألف مليون مبروك على البرنامج، جميل. وربنا إن شاء الله كده تقدم من تقدم لرفعة. هتكلم مع حضرتك في كلمتين اتنين. اتفضل. موضوعين. الموضوع الأول موضوع الكابتن خالد الغندور اللي بتتكلموا فيه ده. يعني مش عايزين ننشغل كتير بالأشخاص، والنبي خلينا في المضمون يعني. كل حد بيقول وجهة نظره، والناس بتصدق سين وما تصدقش صاد، يعني اتفضل. ماشي، الكابتن اتكلم بما فيه. خلاص. الموضوع الثاني موضوع الجماعة اللي ما اشتركوش، ما دخلوش القائمة. تمام. أنا مش هقول أسماء لأن هم جم على التلفزيونات كده. أتمنى أتمنى جلسة، جلسة أبوة أو حنوة أو يعني تستوعبوهم، ويا ريت الكابتن المدير الفني كابتن حسام هو أول واحد يفهمه وجهة نظره. أنا متأكد ده هيحصل، وأنا كنت لسه هقول هذا الكلام قبل ما تيجي التليفونات بتاعت حضراتكم. أشكركم، وده اللي أنا كنت عايز أتكلم فيه. جزاكم الله خير. شكرا شكرا يا استاذ محمد. ولادنا دول وان كنت بديهم الحق ان هو كاي واحد عايز يروح يشتغل.